السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يسعد صباحكم. اليوم نحن في جولة إلى أجمل مدن الشمال التركي، مدينة ريزا. ليش أجمل مدينة؟ لأن هي أكثر مدينة بنزل فيها أمطار، فلذلك الطبيعة في مدينة ريزا بتشوفوها غير المدن الباقية مثل أردفين، مثل ترابزون أو أوردو. هون الطبيعة صراحة خضار غير شكل. نحن هلا في منطقة جديدة مكتشفينا، حق فطور حق جلسات كثير حلوة. خلوكم معنا، رح نعمل تغطيات المكان. طبعا يا جماعة، مدينة ريزا للمعلومة أكثر مدينة منتجة للشاي. هذا المكان اللي راح تجلسوا فيه تتناولوا فيه الفطور، راح تتناولوا أمام مزارع الشاي مثل ما انتم شايفين هنا، والنهر والجسر. هذا الجسر قديم، جسر عثماني قديم. صراحة الجلسات رائعة جدا والمكان خيالي. طبعا يا جماعه، هون في كمان طاحونه قديمه تقريبا من ايام الروم حسب ما قال صاحب المطعم. ونضجه شرابي سويلمن شويدا. هاي الطاحونه يا جماعه طبعا بحطوا الذره المصريه، الذره هي بيبسوها بعد بطحنوها، هون بطلع طحين الذره وبتصنعوا منه خبز، خبز الذره مشهوره هون بالشمال التركي. هاي الطاحونه من ايام الروم على حسب ما قال صاحب المطعم. اسمي زيدابي حكي حكي. طبعا هون يا جماعه بهالمكان في مغاره، بيليكي مغارس. هي كمان صراحه انا اول مره، يعني صار لي 20 سنه بعرف انه في مغاره اسمها بيليكي مغارس. من هذا المكان ممكن تمشوا 2 كيلومتر او ممكن تروحوا لها بالطريق عن طريق السياره. بهالمكان اذا جيتوا هون ممكن تفطروا وتمشوا 2 كيلومتر، اللي عنده قوه ممكن يمشي بهذا الطريق. مثل ما انتم شايفين هون في جلسات حلوه، هون كاتبين بيليكي مغارس 2 كيلومتر. طبعا يا جماعة المكان الصراحة خيالي. أنا لو مالي فطران بالبيت صراحة كنت لازم أفطر هون، يعني المكان ما بقدر أتركه قد ما جميل ورائع. وداخل المكان في أيضا زبلاين، فعاليات يعني اللي عنده أطفال ممكن مثل تلفريق قروي، هو من ضفة لضفة، لكن حاليا تقريبا الموسم انتهى، حاليا مو شغال. بالصيف شغال، ممكن تستخدم الزبلاين في هذا المكان رائع. معانا احد الاطفال في حديقه الالعاب الاطفال. شلونك عمو؟ والله بعد ما حلقت دقني والله قصي. رجعت شباب، رجعت شباب خلاص والله. خلينا اجرب الزحليه طبعا اليوم. يلا تسلى حبيبي، حبيبي تسلى 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 تسلى. يا جماعة وانتوا بريزا هذا المكان لازم تزوروه، شلالات أغاران. أغاران ايش معناتها؟ أغرمق هو فعل مصدر الأبيض المبيض، يعني الشلال المبيض، شلال أبيض. هذا هو وراي شلال أغاران. تقريبا عن ريزا يبعد 40 كيلومتر، منطقة حلوة. في هون كمان مطعم داخل المكان، رح اصور لكم تغطيات كاملة للمكان.
Bak Trabzon. Merhaba. Trabzon'a mı yaşıyorsun? Neresinde? Trabzon merkez. Merkez. Ben de Trabzon. Bu. Evet, evet. Okay. Neymiş, ben de atarsın şey o zaman burada. Screenshot basana burada. Tamam. Ama kendimizi görürüz orada. Kolay gelsin. Bir hafta içinde hazırlarız o videoyu. Tamam. Tamam. Repost yapacağım. طبعا يا جماعه هذا المقصعه اللي طلع طفل. نحن حاليا في مرتفعات ريزا. صراحه هون جنه الله في ارضه. هون في مقهى بتحسوا تشربوا الشاي، بتحسوا تفطروا على الاطفال الساحره في مدينه ريزا، وبتحسوا تعيشوا اجواء الريف التركي في ريزا وتقطفوا الشاي. طبعا حاطين قفل مشان الناس اللي ما عندها خبره ما تقطف الزهور او ما تقطف الغصون اللي مي فيها شاي مي منتجه. روعة ريزا الأولى في الشمال التركي الصراحة، من الأخير يعني. هوا نظيف. وشكلر وشكلر، الله على هالطبيعة، الجنة المخفية يا جماعة هون. عن جد ما شاء الله جنة الله في أرض ريزا، من أجمل المدن في الشمال التركي. الله، طبيعة حلوة خلابة. طبعا انتم في مدينة ريزا في منطقة شايلي بالذات، هي مختصين بالفاصولية البيضاء. اللي بحب الطبيخ هذا المطعم لازم تجربوه، لالي لوكانتاسي، مشهور بالفاصولية. هي منطقة شايلي على مستوى تركيا، يعني بالفاصولية البيضاء الأولى على مستوى تركيا. مثل ما كنتم شايفين شايلي كرو فاصولية جي سي، فاصولية نوع حبة صغيرة. هذا المطعم الأول على مستوى تركيا. رح نجرب ونقيم ونشوف، خلوكم معنا. طبعا يا جماعة رح نطلع المطبخ نشوف النظافة ونشوف كيف يحضرون الأكل. السكر، شوفوا ما شاء الله فاصولية كمية، ما شاء الله الكمية هي كلها بتروح طبعا نفس اليوم. شوفوا يا جماعة الفاصولية من لونها وريحتها بتشهي. هلا الصراحة أنا يعني كثير ناس بيسألوني إنه أنت وقت تجي على المطاعم بتدفع فلوس ولا لا؟ الصراحة أنا كل تجاربي بفلوس، يعني بدفع بفلوسي، أنا بجي باكل بفلوسي، فلذلك أنا بحكي ضميري. هلا رح نشوف نقيم المطعم ونجرب الأكل وأعطيكم رأيي بكل صراحة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
لحد الان طعم ممتاز. شوفوا الكورما يا جماعه، شوفوا الكورما. طبعا لازم خبزه تعملوا لها العمله هيك، خليها تتبلل بالدهن والسمن. طلع شوفوا ما طيبه. شوفوا لي اللبن، مخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله كله طعم رائع جدا. علم شلون الاكل؟ والله لحاله يعني شايف الصحن ما بقى فيه داعي للجلي. هاي الرز خالص، باقي وحده كورما. كرر تعذرني بدي اكلها انا، معلش. تسمح لي؟ كلها حجه كلها، اسمح لك. سامحني. اه يلا على راحتك. ما بقى فيه داعي للجلي خالص. ما شاء الله عليك. وبعد ما شبعنا الحمد لله رب العالمين على نعم الله، شوف والله ناكل مهلبيه. طبعا المهلبيه هي مشهوره بهمسكوي، لكن حسب هون اشخاص قالوا لنا انه المطعم هذا مختص ايضا بالمهلبيه. المهلبيه الفرق بينه وبين همسكوي هذا بحطوها بالفرن. شوفوا شلون مقمره لونها، شوي مقمره بالفرن. رح نجربها ونشوف، نعطيكم راينا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله أطيب من همسكوي يا جماعة، صدق الله. يا جماعة من ناحية التقييم مطعم صراحة، من ناحية النظافة ممتاز، 10 من 10 بعطيه. الطعم لذيذ جدا، 10 من 10. من ناحية السعر ما بحسن أعطيه السعر، لأني صراحة صاحب المطعم أكرمنا إكرام على حسابه، وما قدرت يعني حاولت إنه أدفع ما رضي صاحب المطعم. وهيك بكون وصلنا إلى آخر الفيديو، بتمنى يكون عجبكم المحتوى، وبتمنى من الأشخاص اللي ما عاملين اشتراك يعملوا اشتراك ويشاركوا الفيديوهات لكل أصدقائكم. حياكم الله ودمتم بخير.